وأمرنا بالاعتصام به إذ هو حبله الذي أثبت الأسباب وهدانا به إلى سبيل الهدى ومنهج الصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلام والحكمة وفصل الخطاب، شهادة قائمة دائمة إلى يوم الحساب. ربنا آتنا البيان والصواب، والهمنا الحكمة والهدى والتوفيق وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فنصلي ونسلم على نبي الرحمة الذي أرسله الله للناس وأعلام الهدى دارسة ومناهج الدين طامسة، فصدع بالحق ونصر للخلق وقال: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكان على ذلك وصبر حتى صارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا أئمة هدى وقضاة عدل ومصابيح الظلام، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فكانوا على ذلك وصبروا حتى دانت لهم رقاب الأكاسرة، وخدعت لهم جيوش القياصرة، وملكوا ما بين المشرق والمغرب. في كل فج عزمهم سيار، إلى الوغى ثهفت وطار، جماعة ليس لهم ديار إلا ظهور الخيل والغبار. فرضي الله عنهم أجمعين، وأدخلنا وإياهم برحمتي في عباد الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة أساتذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المقام المبارك اللي هو اليوم العالمي للمعلم. ولكن مزيان نتكلموا على المعلم والمدرس والأستاذ، شنو الفرق بين هذا الشيء كامل، ومتى نشأ التعليم؟ لأن هذه الأمور خصنا نعرفوا. لك هذا المعلم أن يكون رسولا. نتكلموا على المعلم، أنا كوني رئيس مؤسسة توجيه البحوث العلمية ومستشار المحفظة السعودية للأوراق المالية في جدة واحد 20 عام، وكنت في مركز الإعجاز العلمي في جدة. المعلم والمدرس والأستاذ، شنو الفرق بيناتهم؟ مازال ما غنتكلموش على آداب المدرس وآداب الأستاذ، أما كلمة الدكتور هذه غير ورقة. الأستاذية هي اللي معروفة عند القدام زمان العلماء، لأن ملي كنتكلموا احنا على الأماكن اللي كتخرج العلماء كتسمى جوامع، بحال جامعة القرويين وجامعة قرطبة وجامعة الزيتونة. كيقولوا الناس كيسميوا جامع، دابا احنا كنقولوا المغاربة المسجد اللي كيصلي فيه جامع، هذه خطأ. علاش كيقولوا هما جامع؟ حيت بكري كان المسجد كيخرج الطبيب والمهندس والفيلسوف والفلكي، كيقولوا جامع يعني جامع جميع العلوم. هذا واش تسمى جامع وما هو اسمه مسجد في القرآن؟ لا مسجد نسس على التقوى، لكن كلمة جامع جامع جميع العلوم. إذا كانوا زمان العلماء الكبار والأطباء ابن خلدون والفارابي وابن سينا وفلان وفلان خرجوا من القرويين، يعني ما كانش جامع كيقري اسمه جامع لأن جميع العلوم عنده، وكيخرج الأستاذ من تما يعني عنده العالمية، عنده كل شيء، كيتكلم في جميع الفنون. المعلم هو اسمه المؤدب قبل ما يكون معلم، بحال الطبيب كيقولوا الحكيم، ما كيقولوش له الطبيب. الاسم الأصلي ديال الطبيب هو الحكيم، لأنه يعالج بلسانه قبل دوائه. والمعلم سمو المؤدب لأنه يعلم بأخلاقه قبل معلوماته، لأنه يعلم بالأخلاق قبل ما يقول الناس ما تكذبوش، هو ما كيونش كيكذب. قبل ما يقول الناس ما يقولش لي يقولوا الصدق، يكون غير هو صادق، فبصدقه يتشرب الناشئة. وكان المعلم اللي كيعلم الناشئة، حتى في اليابان اليوم، في الجابون اليوم، المعلم اللي كيعلم الناشئة الصالير ديالو أكثر من الأستاذ الجامعي، لأنه هو اللي كيغرس الغرس. والصبيان الصغار ملي كيجي للمدرسة كيبان له هذاك المدرس فيه كل شيء، هو الأب هو الأم هو كل شيء، أي حركة صدرت منه يتشربها.
ولذلك كون العرب أنه كانوا أميين، لأن قريش أصلا هم أميين ما عمرو عرفوا العلم. قريش ما كانش عندهم اللسان العربي، ما كيعرفوش، وكانوا العرب قطيبة يحتقروا قريشا لأنهم ليسوا عرب، وكيحترمهم غير عندهم مكة اللي عندهم الحرم، وكيحترقهم يحتقروا من حيث العلم، ما عندهمش العلم. كانوا في الجاهلية قطع طرق يتقرشون الناس، فأسمتهم العرب قريشا لتقرشهم على الناس. من ثم قيل لسمك القرش قرشا، القارش هو اللي كيقطع كيقطع، خليه راه غيولي بحال ذاك مو ديال السواق ديال دول البرغوث، اللهم خليه زكا غيبقى يتركل حتى يخربق لنا كل شيء. عزكا عزكا دابا صافي غترول لنا كل شيء. اذا ملي كنتكلموا على المعلم، المعلم في الجاهليه كان المؤدب الاديب هو اللي كيعطي الطعام، كنقولوا مأدوب الطعام. ما كانوش كيعرفوا انه اللي كيعلم، لان كان عندهم الجهل، عندهم الاميه. ملي جاء الاسلام ولا الاداب لا يقصد به العلم، يقصد به الاستقامه. ادبني ربي فاحسن تاديبي، الاداب الاستقامه. متى عرف المعلم بالمؤدب؟ كلمه المؤدب اللي كنقولوها في العهد الاموي بعد الاسلام هو المعلم، وما كيقولش لي معلم، كيقول لي مؤدب، لانه يعالج يعلم باخلاقه قبل لسانه. ف من الشروط الاولى 99% اللي خصها تكون في اللي كيدرس الناس يكون الاخلاق العاليه، اعلى حاجه الاخلاق العاليه، شي حاجه اخرى لا. ومن ادب المعلم او المعلمه، اليوم راه المراه معلمه، وملي كتكون المراه معلمه يكون فيها بزاف ديال الخير، حيت المراه المغربيه اليوم كيقولوا، انا كنعترض على اللي كيقولوا ان المراه المغربيه نصف المجتمع. المراه المغربيه هي المجتمع كله، ماشي غير نصف. علاش؟ لان المراه المغربيه كتكون في المدرسه، العياده، في اي عمل، ملي كتدخل للدار كدير الطابليه وتكمل. الرجل لا، الرجل هو نصف المجتمع، كيدخل على الدار ويقطع الحس. المراه الا عندها المراه الا عندها اربعه الاولاد، ملي كيدخل للراجل كتزيدو خمسه، كاين حتى هو الخامس، حيت كتقول عندك باك مسكتو كذا، كيدخل بحال سبعه حتى واحد، ويجي مقلق ويضحك برا ويغوبش لداخل في الدار. بينما المراه المغربيه تسحر الرجل بتفانيها في العمل بعد، هو الاول. ملي كنتكلموا على السحر، هذا هو سحر تفانيها في العمل. اذا كانت فما بالك المراه ملي كتكون معلمه، ملي كتعطي من عندها للتعليم. اذا ملي كتعلم هذوك الاطفال ما كتعلمهمش كمهنه، لا، كتعلمهم من القلب ديالها. الكلام اللي كيخرج منها كيخرج من القلب، والكلام اذا خرج من قلبك على لسانك بقواعد فنك يصل الى قلوب الناشئه.